ينضم إلينا الآن من بنغازي الكاتب والباحث السياسي حسين المسلاتي. سيد حسين، أهلا بك معنا. دعني أبدأ معك بتصريحات ستيفاني ويليامز، هذه التصريحات التي خرجت فيها في لقائنا الصحفي قبل انعقاد مؤتمر ما بات يعرف بمؤتمر برلين 2 غدا في ألمانيا. ماذا نقرأ من هذه التصريحات؟ برأيك ماذا ستشكل هذه التصريحات بالنسبة لهذا المؤتمر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاستضافة. طبعا تصريحات المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز أعتقد بأنها واضحة من خلال قراءة تحليلية سريعة لها بأنها أصبحت غير موضوعية في تناول الأزمة الليبية للأسف، ومنحازة بشكل كبير، خاصة عندما تتحدث عن عدم اطلاعها على الاتفاق الذي تم بين القيادة العامة للقوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيك. ويتضح من بين سطور هذه التصريحات أنها غير مؤيدة بشكل كبير لهذه الاتفاقية، مع أنها في نفس التصريحات تصر على بأن الوضع الليبي والاقتصادي للليبيين هو وضع سيء وكارثي، وتتأمل في أن يتحسن هذا الوضع من خلال خطط هي ترسمها. كان الأجدر بستيفاني أنها تبارك وتؤيد أي جهود ليبية لحل الأزمة الليبية من خلال أي مسار، سواء كان سياسي أو عسكري أو اقتصادي. يبان أيضا ويتضح بشكل كبير انحياز المبعوثة الأممية بالإنابة من خلال إصرارها على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط الترتيبات الأمنية لمنشآتها النفطية، وهي تشير بذلك وبوضوح إلى القوات المسلحة التي تحمي هذه المنشآت، وفي نفس الوقت تبارك اجتماع اللجنة الأمنية في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية. كان الأولى بها أن تدعم الجهود الأمنية في الغردقة، وأن تعطي مساحة كبيرة لهذه المباحثات بأنها تبحث ترتيبات أمنية حقيقية لحماية الحقول النفطية، ولكن سيد حسين ولا تكون منحازة. وهي قالت أيضا بأن خروق حظر التسليح أو التسلح بليبيا تراجعت لكنها لم تتوقف. لماذا لا تنظر ربما أو نقرأ هذه التصريحات بأنها قد تكون بمثابة يعني دفع للدول المشاركة والمعنية غدا بمؤتمر برلين 2 بالالتزام بما تعهدت به في مؤتمر برلين 1؟ يعني نتحدث هنا عن فرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة، نتحدث عن موضوع خرق وحظر السلاح، وهذا لم يحدث على أرض الواقع، بالتالي لماذا لا يمكن النظر إليه بأنها بمثابة دفع للوفاء بالالتزامات؟ نعم، الوفاء بالالتزامات خليني ننظر لها من خلال مخرجات مؤتمر برلين رقم 1. هذه المخرجات للأسف، هو شن كان الغرض أصلا من مؤتمر برلين؟ كان الغرض هو توحيد الموقف الدولي المتشتت، لأن زي ما نعرف لا يوجد توافق حقيقي دولي، وخاصة بين الدول الأعضاء الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الفاعلة الأخرى. مخرجات مؤتمر برلين رقم 1 لو تمسكنا بها ونفذناها بشكل حقيقي لكان نحن في وضع آخر غير هذا الوضع، لأن هذه المخرجات كانت تطالب بصراحة بحل الميليشيات المسلحة. اليوم نجد الميليشيات المسلحة، اكتشفنا بعد 7 أشهر تقريبا أو 8 أشهر بأنها لا تنطوي تحت سلطة المجلس الرئاسي، والدليل على ذلك بأن قوة عمليات البركان، يسموا فيها بركان الغضب، هي ميليشيات الوفاق وغرفة عمليات سرت، شفنا كيف ظهرت بيانات مضادة لمخرجات الغردقة. يعني الاجتماع الأمني اللي صار، الأمني والعسكري اللي في الغردقة، هو اجتماع بناء ويمكن البناء عليه أكبر من ذلك، ولكن اكتشفنا أن ميليشيات مسلحة تتبع الوفاق تناهض هذه المخرجات، وهو ما ينبي بأن الوضع سيكون أكثر كارثية للأسف. يعني شكرا لك سيد حسين المسلاتي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بنغازي.